أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زواج أولاد العم، الجزء 27. زواج أولاد العم هو الزواج بين اثنين ينسبون إلى بعض بكونهم أولاد عم، وهو الزواج المعروف ومشهور عند العرب، هو عرف العرب، ما يعرفه العرب. والعرب عندما يسمون شيء عرف هو للقول بأنه ثقافة وتقليد، ولكن كلمة العرف في العرب هي كلمة أشد وأقوى، لأن العرف هو المعروف، والمعروف أو العرف هي من كلمة معرفة، يعني من الشيء المفهوم. ولأن العرب هم شعب إنساني هامده العقل، لأنه يسكن الصحراء ويريد الخير وينهي عن الأذى، والعرب هي العي رأياب الذي يرفض العي والأذى والسيئة. لذلك العرب هم أهل عقل، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: قرآن عربي لعلكم تعقلون. ولذلك العرف في العرب هو الأعمال والأفعال والأشياء التي هي يقرها العقل، أي شيء في الثقافة والتقاليد العربية التي هي من شدة العقل أو تساعد في الفهم وفي العقل يسمونها العرف. ولأن الإسلام دين من الله الحق ودين حقيقي، لذلك الله حرم الخمر التي تحجب عن العقل وأمر بالمعروف. قال الله في القرآن: يأمركم بالمعروف وينهيكم عن المنكر. والمعروف هو العرف. والعرف العربي فيه ميزة إنه هو لدعم العقل، ولذلك مرضاته عند الله. فزواج أولاد العم هو من العرف، هو الشيء المعروف، هو الشيء المشهور، هو الشيء الذي يدعم العقل، لأنه هو زواج أولاد العم هو الزواج الذي فيه العطاء وفيه نكر الأذى، ولذلك هو فيه شرح وفيه إقرار وفيه رضاء بالعقل وأفكار العقل والفهم السليم والذوق المعافى. فزواج أولاد العم من أهم نقاطه أنه زواج أولاد العم ده الزواج العديل، الزواج الذي هو عكس اللواط، الزواج العديل الذي فيه الرجل رجل والأنثى أنثى والذكر ذكر والمرأة مرأة. أنه زواج أولاد العم ده فيه أنه الرجل يمكن أن يكون ذكر حقيقي والأنثى هي أنثى حقيقية، وهو لسبب أنه زواج أولاد العم، العم هو أخ الأب، وأخ الأب بمعنى أخ الأب يعني يرفض الأذى أو يحسنه، وهذا المعنى الطيب يجعل أنه الرجل والأنثى الذين هم أبناء العم هم فيهم هذا المعنى أنهم هم أخ الأب. فهذا المعنى لأخ الأب أنه ليس فيه سيء أو فيه الصحة، لذلك هذا المفهوم يجعل أنه الرجل الذكر الذي هو ابن العم ممكن أن يقال أنه ذكر حقيقي أحق فيه معاني الذكورة التي فيها معاني الخير والعطاء والاستقامة من معنى أخ الأب. أما الرجل الغريب الذي هو غريب لا ينسب إلى الأنثى فهو غريب من عامة الناس، فليس بينهم على قط رحم ولا أهل، فهذا بكونه إنه غريب إنه يختلف منها فيسمى أجنبي، وأجنبي من كلمة جنابة إنه نجس، إنه لو حصل زواج جماع فهو حالة نجسة. وإن الرجل الغريب لأن الأجنبي فيه معنى السوء، لأنه ليس الأهل فيهم معنى عطاء الحياة، اشتركوا معك في عطاء الحياة، ففي إغرار لمعاني الحياة والطيبة والخير،
التي يستمر منها الحياة. أما الإنسان الأجنبي، الإنسان الغريب الذي ليس معه نسب حياة، ففيه احتمالية الخطورة واحتمالية الأذى والموت حتى، لأنه فيه عدم معاني اشتراكية الحياة بينهم، ليس هم برحم أهل. وهذا المعنى اللي معنى السوء والأذى في الغريب يجعل من الغريب أجنبي، وأيضا يجعل من إنه الرجل الغريب يصعب أن يقال عليه ذكر حقيقي، لأن الذكر في اللغة العربية هو الذكر هو عكس الأنثى، قال الله ليس الذكر كالأنثى. فالذكر بيختلف من الأنثى، الذكر في عورته في عطاء، والأنثى في عورتها ليس في عطاء. ولأن الذكر في عورته في العطاء فيه معنى الخير والعطاء والسلامة، فعندما يكون الرجل أجنبي الرجل غريب، هذا معنى السيء في كونه غريب يناقض من كونه معاني الخير والعطاء في الذكر، فيحسب بأنه ليس ذكر. قال الله سبحانه وتعالى ليس الذكر كالأنثى. فعندما الرجل يسقط منه كونه يقال عليه ذكر، العلاقة بينه وبين المرأة الغريبة بتشابه اللواط، هو ليس ذكر فهو مثال للأنثى، لأن الأنثى هي فيها النقص والفقد التي ممكن تفسر بأنها فيها معنى أذى، فالرجل يكون مثال للأنثى بالنسبة إلى للمرأة الغريبة. والمرأة الغريبة لأنه فيها معنى الأذى، الأنثى الغريبة لأن الأنثى هي الفقد يعني. فحتى الرجل في شكل جسمه، في عورته، في الفخذ بتاع المستقيم، الفخذ بتاع الدبر، فعندما الأنثى تكون فيها معنى أذى فهي بتكون مثال للأنثى اللي فيها معنى الأذى التي هي الدبر، فتكون كأنها رجل، كأنه لواط، تفقد من مكانتها كأنثى. ولذلك زواج الغريب يعتبر من الانحرافات ومن اللواط الخفي، خفي لأنه ما يزال الرجل يعني هو في جسمه ذكر والأنثى في جسمها أنثى، لكن في حقيقة الأمر أنه هو لواط، فهو لواط خفي. والله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فزواج الغريب هي من الفواحش الباطنة. وتقليديا كان زواج القريب أهله يجعلونه باطن، يعملونه من وراء الحجرات، وفي بعد ما يهرب من المدينة أو من القرية، ما كانوا يعني يسافحون به أمام الناس، أو حتى يقولون عنده إقرار في دين أو إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يرضاه أو أمر إليه. فزواج أولاد العم هو الزواج العديل، في معنى أخ الأب الأنثى بتكون أنثى حقيقية، فهي قبل حقيقي، فهي طاهرة، فهي نظيفة، فهي لسه فيها معاني الأنوثة، إنها عندها قبل وفرج حقيقي. ولذلك شدة الاستثارة والرضاء والقول بالحلاوة وبالخير في بنت العم، مما يصعب الزواج بالغريبة. يعني الرجل العربي يصعب تقليديا وتاريخيا صعب عليهم اختيار الأنثى الغريبة، ففي بلاد العرب يعني في قبائل كثيرة والناس بتسافر، وفي كل قبيلة ذاتها بكون فيها يعني كم بطن وكده، لكن الاختيار الشائع عبر التاريخ في العرب هو زواج أولاد العم، وهو لسبب إن الأنثى الغريبة هي تعتبر دبر، يعتبر لواط، فلا ينجذب إليها الرجل العربي، يشمئز، قال الله تشمئز قلوبهم من ذكر الله، فهذا الاشمئزاز يمنع من توليد الشهوة الجنسية، هذا الطمأنينة هي تشابه الدبر، إنها هي أنثى أذى،
هذا يمنع من الرضا أن تكون له زوجة أو أم لأولاده أو ينشرها ويشتهر معها في زواج في المجتمع. والأنثى العربية كذلك إن لا ترضى بالرجل الغريب، لأن الرجل الغريب يعتبر كأنه أنثى، لأنه معنى الأذى في كونه أجنبي وفي كونه غريب، ليس فيه معاني الحياة المشتركة في الرحم في عطاء الحياة، فيكون في الحساب إنه مثل الحساب العقلي إنه كأنه أنثى، يعني لمعنى الأذى في عدم معاني الحياة، فيكون بالنسبة إليها إنه أنثى لها ذكر. وتستحي الأنثى العربية من هذا الفكر إنه أن يعطوها رجل، إنه الناس تعرف إن هي بس عندها حوجة الذكر، إن هي تريد الجماع في الزواج. هذا الفحش يضادي خلق وفطرة الأنثى العربية في كونها تستحي أن تقول إنها هي أنثى ولها فخذ في العورة، فعندما تتزوج غريب فهو القول بضده، إن هي عندها فخذ في العورة وتريد له لحمة، فهذا يمانع زواج الغريب. أما في زواج ابن العم فالرجل يعتبر رجل حقيقي، ليس فيه معاني الأذى، إنه ذكر ليس فيه معاني الأذى، فهو رجل حقيقي وذكر حقيقي، يمكن أن يعتمد عليه في الصحراء. وأهم نقاط دارجة يعني في العروبة في زواج أولاد العم هو الاستثارة الجنسية التلقائية من ابن العم، أنه في تقليديا وتاريخيا أنه العقل لوحده، من ما فطر قال الله سبحانه وتعالى تبارك الله أحسن الخالقين، أنه الإنسان بيجد، وأحيانا العرب يسمون الحب الوجود، أنه شيء تجده يعني لم تسعى له، شيء في الضمير يتكون. فإنه معرفة ابن العم بيتكون منها هذا الإحساس بأنه هو الإنسان اليصح، وأنه الإنسان الذي يمكن أن يكون معه الجماع والزواج، من كونه أخ الأب، من كونه الإنسان الطيب. وهذا المعنى في أنه شخص واحد، يعني من بين أبناء العم ومن بين بنات العم بيكون بس في واحد، غير إنه هو ابن العم هو الكفو حتى يكون متشابه، وليس فيه معنى أذى في معاني الاختلاف والعورات. فإنه إنسان واحد اللي بيكون الزوج، وإنسان واحد اللي بيكون الزوجة، هذا لذلك هذا المعنى من القحط. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان يأتي المهدي والقحطاني، إنه هذا معنى القحط، معنى يعني كأنه معنى شح أو لآمة أو بخالة، إنه بس إنسان واحد ممكن تتزوج منه، هو يصح إنه يكون زوجك أو زوجتك. فبعض الناس لا يرضون هذا المعنى، يريدون الكثير. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الله قدر على الناس رزقهم في الزنا، يعني وفي الزنا يقصد في الجماع وفي الزواج، إنه الله لم يتركه شيء غير محدود. وحتى في الجنة الحور العين يعطوها برقم، يعني ما شيء كذا، يعني شيء مفتوح، إنه ممكن الإنسان يختار كما يشاء، ولكن الإنسان ملزم بالعقل بالالتزام مع زوج واحد ومع زوجة واحدة. فأهم معاني زواج أولاد العم هي الاستثارة الجنسية، وحقيقة اختلاف الجنسين، وحقيقة الجماع، وحقيقة الزواج. فهذا الشيء هو الذي جعل من زواج أولاد العم إنه يرونه إنه شيء جميل وشيء خير وشيء طيب وشيء حلو وشيء اختيار طيب. لأن كل إنسان بالغ
الشهوة الجنسية إنه الأنثى تريد الذكر والذكر يريد الأنثى. فعندما يقال للرجل إنه الأنثى دي الغريبة دي هي الدبر بالنسبة لك، فتسقط من عينه. ولذلك معاني الشرف كانت قوية تقليديا في العرب وفي المسلمين، إنه ما كان في إنسان ناس يقولون في تاريخ الإنسانية لم يظهر ناس قالوا مثلا بترك الحجاب أو النقاب أو اللبس العباية أو كده، لأنه كانوا عندهم هذا الفهم أنه كان زوج أولاد العم هو الشيء الشائع. فمن الأحسن الرجل ذاته أنه يرى الإنسان الغريبة مغطية حتى لا تشمئز لا تطم بطنه. وكذلك حتى الأنثى العربية، يعني في كون إن الرجال الغريبين هم يحسبون كأنهم أنثى، فلذلك حتى لما تمشي السوق أو مناطق عامة فيها رجال، يعني ليس في شهوة، يعني ليس في ولذلك يعني في مكوس الأنثى في البيت يعني لم تفقد شيء. فابن العم هو تقليديا يرى شيء سمين، والرجل العربي كان يرى انه بنت عمه دي يعني اهم شيء. وفي عادات وتقاليد العرب الرجل ممكن يقتل، ممكن يضرب لبنت عمه، يعني لو في ود عم آخر دار على الرسا رجل غريب، حتى أخوه ممكن تكون بينهم الشجار والشكل في بنت العم، هذا شيء مألوف ومعروف في العرب وفي تاريخ العرب. هذه الغيرة، وهو لأنه سبب إنه بنت العم هي أخ الآب باللحم وبالدم، ودي ما حاجة بتتكرر تاني وما حاجة بتتوجد. ولذلك مكرمة الأنثى في عند العرب ومكانتها، يعني إنه لابن عمها إن هما فيهم كثير الكرم وكثير الخير. يعني وحتى عندما غيل بتحديد المهور إنه أنثى احتجوا العرب إنه من ذا الذي يمنع زينة الله أن أخرجها للناس، لو في إنسان عنده خير داير يديله بالتعمه الإنسان لا يمنع هذا مدام هي أصلا خير بالنسبة له. فكان في تقليديا تاريخيا في عند العرب في عرف وتقليد العرب إنه الرجل بيكرم بنت عمه، إنه الرجل بيحمي بنت عمه، إنه الرجل بيأمن حياة بنت عمه، إنه الرجل بيكون عنده بيكون بيريد إنه بنت عمه ما تموت، بنت عمه ما تنأذي، لأنه مرته واحدة وما حيلقى تاني زيها وما حيتولد لها تاني زيها، وحتى لو اتولدت ما حينسبها له، هو حينسبها لأولاد عمه الأصغر منه إنها هي لهم. فما شيء بتكرر ابن العم وبنت العم. ولذلك بنت العم وابن العم شيء مقيم وشيء عظيم، وهو لأنه ابن العم وبنت العم وزوج أولاد العم هو من آيات وجود الله ومعرفة الله، والله عظيم وقيم. ولذلك قال الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن الفطرة إنه شعائر الله دائما عظيمة عند الناس، المطر ده الناس بيعيشوا به، يعني غير إنه آية من آيات الله، حاجة مهمة للزراعة وللأكل وللحياة. وكذلك ابناء العم والجماع والزواج الطاهر فيه أهمية بين الناس،
إنه يؤيد وجود الله، ولكن حتى في العرف وفي التقليد إنه هو شيء عظيم وشيء جميل وشيء قيم. فبنت العم هي أخ الآب، هي القبل الحقيقي، هي الأنثى الطاهرة، وباقي النسوان كلهم ليس هم أخ الآب الكفو، فهي ليس بأنثى وقبل، فهي تختلف، فهي فيها معنى اختلاف منه، فهي فيها معاني سيئة، فهي تعتبر دبر، فهو لواط، فهي تعتبر رجل، الدبر السيء، وهي تنسب لابن عمها هذه الأنثى القريبة، ولذلك فيها معنى إنها ليست دبر حتى دبر أنثى، ولكن هي دبر رجل في الحساب. أما بنت عمه تنسب إليه بأنها أنثى حقيقية وقبل حقيقي وشيء طاهر، ولذلك يعني شدة الاستثارة والحوجة للزواج والجماع مع أولاد العم، إنه ولذلك ثبوته تاريخيا وتقليديا في العرب بين الإنسانية. فمن شدة إنه في الحساب والاختيار الزوجة أو الزوج في معايير كثيرة، يعني ممكن الإنسان يكون يقول العمر أو العمل أو العزة أو الدين، فكله في الإسلام هذه الأشياء يعني مأخوذة في الإسلام في حساب الكفاءة والزوج، لكن أهمها النسب، أهمها إنه تحسب اللحم والدم، لأنه في النهاية الزواج هو الجماع، النكاح، كلمة النكاح هي التي استعملها الله في القرآن، هي كلمة تقال على الزواج بمعنى مراسم الزواج، والنكاح هي كلمة تقال على عملية الجماع. فلذلك إنه لأن الزواج هو فيه الجماع، والجماع هو لمس وجمع العورات، وهو لمس اللحم والدم، ولذلك لأن الجماع هو أهم حاجة في الزواج، والجماع في نفسه هو بس عبارة عن لمس وجمع العورات والإحساس بالعورات، لذلك أهمية معرفة هذا اللحم وهذا الدم، من هو وكيف ينسب إليك. فلأن الأنثى بنت العم هي الأنثى الحقيقية، يعني في التعريف بتاع الذكر والأنثى، اللغة العربية هي لغة العرب، والعرب هم سكان بلاد العرب شبه الجزيرة العربية، والعرب يرجعون إلى رجل يسمى يعرب ابن قحطان من سلالة سيدنا نوح عليه السلام. فاللغة العربية هي لغة العقل، إنه بلاد العرب دي عبارة عن صحراء جافة حارة، ويسكنون عليها العرب، والعرب لذلك يرفضون العي، هم العرب العي رأياب، وهذا رفض الأذى هو معنى العقل وسلامة العقل، ولذلك العقل ارتبط بالعرب، والعرب مشتهرين بالفطانة وبالفهم والنباهة. فالله سبحانه وتعالى أغر إلى هذا، قال قرآن عربي لعلكم تعقلون، إنه هذا القرآن أتى بلغة العقلاء أهل العرب، وفي استعمال لغتهم التي هي مؤسسة على دعم معاني العقل، لذلك فيها بركة، إنها تساعد الناس تفهم القرآن وتطبق الدين الإسلامي، وإن القرآن لم نزل بلغة عجم لسأل الناس لو فصلت آياته لصعب معانيه ومفاهيمه،
ويحتاج الناس إلى شرح زيادة في أن يفصل لهم مثلا إن الله يريد الخير ولا يريد الشر، لكن هذا لأن العربي اللغة العربية لغة العقل، هذا من المعاني الأساسية في القرآن في كونه في اللغة العربية. لأن العرب أهل العقل، لذلك هم في عرفهم في تقاليدهم يهمهم إنه عقليا ما هو الشيء، ما هذا الشيء، كيف ينسب لهذا الشيء، لأن العقل هو من ال 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 العقل هو لمعنى العقل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعقلها وتوكل، وهو الربط، ربط شيء لشيء مسبق أقوى منه. فعندما الشيء يكون عاقل معناه عمل واختير على أساس أنه هو له أسبقية مؤكدة، أسبقية تامة، أسبقية ثابتة. هذا ما يقصد به بالعقل. فلذلك في اللغة العربية في كثرة القياس لمعاني الروح والشعر، لا حتى يرجع شيء لشيء آخر، يقاس شيء على شيء. وأيضا في اللغة العربية لذلك في كثرة النسب ومعاني النسب، أن ينسب الشيء لشيء قبله. ولذلك العرب مشهورين في حفظ الأنساب، إنه الشخص العربي والإنسان العربي بيكون عنده نسبة، أسامي آبائه ترجعه إلى جده أبو القبيلة وإلى العرب وإلى يعرب بن قحطان. وهذا النسب كل شيء ينسب إلى الآخر، وكل شيء يعقل إلى شيء قبله، وكل شيء يقاس على شيء آخر. هذه عمليات العقل والفهم هي من الدارجة بين العرب في اختيارهم لحياتهم، في اختيارهم لطريق زواجهم، وهو في اختيار ابن العم، لأنه ابن العم لحمته ودمه تسمى ابن العم، فهو أخ الآب، ولذلك فيه معنى طيب يمكن لمسه والجماع معه. أما القريب ليس عنده هذه البركة في كونه أخ الأب، فهو أجنبي، فهو لحم ودم أجنبي، فهو نجاسة. وفي الإسلام لا يرضى بالجماع في النجاسة في حالات الدورة أو الحيض، الدورة الشهرية أو الحيض، الدم الذي يخرج من فرج الأنثى، لأن الدم فيه معاني الوجود والأنثى فيها معاني الفقد. وفي خروج الدم هذا جمع بين مختلفة هو نجاسة، فلا يزاد في النجاسة في الدين الإسلامي، لأن الدين الإسلامي يرجع إلى الله الطاهر القدوس، والدين الإسلامي دين حنيف، ولذلك فيه التطهير. وزواج القريب الأجنبي هو نجاسة، أما زواج ابن العم فهو طهر. حتى عندما يكون الجماع بين أبناء العم فجماعهم نجس لأنه جمع العورات، ولكن هي ليس نجاسة زايدة على نجاسة أسبقية في عندما يكون هما الغرباء وأجانب من بعض. فزواج أولاد العم لذلك، لأن الجماع والزواج هو أهمه في اللحم والدم، إنه حيكون في لمس للحم والدم، إنه الجماع عبارة عن لمس ودلك وضم وحضن للحم والدم بين الذكر والأنثى، والجماع في جمع العورات الذكر والأنثى. لذلك الجماع والزواج يهم فيه معرفة اللحم والدم وهوية هذا اللحم والدم، وكيف ينسب إليك حتى تفهمه وحتى تقدره وحتى تستمتع به. فعندما يكون هذا اللحم والدم يسمى أخ آب، فهو من جماله،
إنه لحمة ود العم هي أخاب، إنه لحمة بنت العم هي أخاب، فهي شيء طيب. أما لحمة الغريب فهي فيها لحم أجنبي، فهي لا تحمل هذا المعنى الطيب، فهي نجاسة. والرسول عليه الصلاة والسلام قيل إنه كان يحب في اللحمة، في واللحمة هي مشهورة بين العرب حب اللحمة، لأن العرب أهل عقل، والعقل هو جمع وربط. فهذه اللحمة، هذه المادة التي هي في الحيوان، واللحمة هي خيوط تجمع بين العظام حتى يكون في الحركة، هذا اللحمة اللي فيها خيوط لتجمع بين العظام العرب يحبونها، فهي من الشعبية والتقاليد والعرف العربي إنه العرب يحبون اللحمة. وتقريبا كل قبيلة وكل مكان في العرب عندهم طريقة معينة لتجهيز اللحمة، فيهم من يدفنونها ثم يطبخونها، وفيهم من يشوونها فوق الجمر، وفيهم من يقطعونها إلى قطع صغار، وفيهم من يأكلونها يطبخونها يعني الخروف أو الغزالة بأكمله ثم يأكلون منه. فمثلا في العرب في 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 السودان يحبون اللحمة في 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 الشية، إنه اللحمة تكون مقطعة إلى قطع صغيرة ثم ينجدونها ويطبخونها. والشية هي ترمز للشيء يعي اعط، الشيت الشيء يعي اعط، يعني الشيء يعي الشيء الأذى يعطى إليه، إنه لو في إنسان عنده مشكلة يحلوها، إنه إنسان عنده فقر يعطوه، إنه لمعنى الكرم. فهي من الوجبات اللذيذة في السودانيين الشية. واللحمة عند في السودان برضو في اللحمة الضلع، والضلع عبارة عن لحمة يقطعونها كبيرة قدر الإيد، ويسمونها الضلع. الداء له عي يعني يعطي الفهم، لأنه إنه اليد هي مع العطاء، فعندما يعطونك اللحمة في حجم اليد بمعنى اللحمة التي تخبرك بمعنى العطاء، وإنه العطاء هو فيه الخير. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب اللحمة، غير إنه يحب لحمة الأكتاف، أكتاف الخروف، وبرره وقال لأنه أبعد من الأذى، إنه في الخروف أو الحيوان، إنه اللحمة الأكتاف أرجل الخروف أو الحيوان الأماميتين هي بعيدة من الأرجل، واللحمة في الأرجل الخلفية التي تغرب مكان الدبور ومكان عورة الحيوان، فالأطهر هي اللحمة الأبعد من معاني الأذى. وهو من معاني الشرف والعفة في الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه أحب هذا اللحم. وقيل إنه سمم بعطاء اللحمة كان فيها السم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لذلك في هذا الحديث أقر إلى معنى إنه اللحم، واللحم في اللغة العربية يقصد به الجمع، يعني لحم من كلمة لحام جمع شيء، واللحمة لذلك هي الجمع بين شيئين مختلفين، فهي فيها معاني الجماع والزواج. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما أحب اللحم البعيدة من الأذى هو للقول بمعاني الشرف والعفة، وإنه زواج أولاد العم، إنه اللحمة التي الجماع والزواج يجب أن يكون في المعاني الطاهرة والنظيفة البعيدة من معاني الأذى مثل زواج أولاد العم. والرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كان حنفي، والدين الإسلامي قال الله عليه إنه أقم وجهك للدين حنيفة، لذلك معاني الجمع والجماع في الدين الإسلامي، وحتى في وقال الله من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال بأكل اللحم،
وإنه من لم يأكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني. وجمع الرسول عليه الصلاة والسلام في قول آكل اللحم وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ففكرة إنه في اللحمة البعيدة من الأذى، في اللحمة الطاهرة، هو أساس الفكر في زواج أولاد العم. والرسول عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله هو كان عربي من قبيلة قريش. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسول نبي كان سيد من سادات قريش، وسيد من وأمه وأبوه الاثنين أسياد من سادات قريش. والسيد هو السيد، والسيد هو الملك أو الأمير أو الشيخ أو السلطان. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما ولد، ولد مكرم في مكان عزيز، عنده هو كان سيد للعرب وسيد لقريش، فولد على أساس إنه حيكون شغله سيد وحيكون شغله أمير وحيكون شغله ملك. وقيل حتى في طفولته عندما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أتى به في الرحلة مع أهله، إنه عندما رأوه قالوا ملك العرب، لأنه حتى شكله عندما رأوا ملامحه لونه الأصفر وشعره الأسود وشفاه البنفسجي الحمراء وعيونه الكبيرة البيضاء قالوا إنه عربي، وفيه شدة الملامح والشكل العربي، إنه ملك على العرب. من يريد أن يقول إنه عرب يقارن بشكل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه فيه شدة شكل العرب. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان سيد، والسيد هو من كلمة السيء يعي أد، إنه لو في سيئة يعي أد، إنه يعطى إليها، إنه يحل مشاكلها، إنه كان حاكم، كان سيد من سادات قريش، إنه لو حصل مشكلة، إنه لو في زول عنده مشكلة، إنه لو العرب عندهم مشكلة، لا كله كان هو كسيد هو يحل هذه المشاكل. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان أمير وكان سيد وكان ملك، ولذلك كان يفهم العرب. يعني فكر إنه ذات زواج أولاد العم إنه يكون في العرب، هو بيكون من اختراع ومن إغرار ومن تأييد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وآبائه اللي كانوا أسياد قريش. ولذلك إنه يحب اللحم اللي هي تبعد من معاني الأذى، للإغرار إلى الفكر زواج أولاد العم، إنه الأنثى بنت العم والذكر ابن العم فيهم هم أخ الآب، ليس فيهم معاني الأذى، ولذلك طيب الجماع والزواج معهم. فهو فكر عربي، ولذلك عندما قيل إنه مجنون قال الله وما أنت بنعمة ربك بمجنون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من سادات قريش والأسياد والملوك والشيوخ، لأنه فيهم شدة الفهم وشدة العقل، لذلك يصعب عليهم المرض الجنون. مرض الجنون بيأتي للناس اللي بتلعب وبتكذب وبتهزر وبيستعملوا خمور وبيلعبوا ميسر، يرخبطوا عقلهم لمن يجيهم حالات الجنون. أما الشيوخ والأسياد هم أبعد من هذه المعاني. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم لذلك كان سيد من سادات قريش، إنه ولد سيد، ولد أمير. ولذلك عندما أمه رأت النور، عندما ولدوه، وعندما حلمت بأنه قيل لها أن تسميه محمد، كل هذه الأشياء لم يستغربها الناس، إنهم هم ساكنين جنب بيت الله في مكة، يعني أعظم شيء هو الله.
فإن يحصل فيهم أشياء مثل حلم أو يروا نور، فكله يعني ولا شيء بمقارنة لوجود الله وبيت الله، ولأنه سيد وابن سيد، وحيساعد الناس وحيكون رمز للعروبة وحيكون قوة للعروبة وحيكون منفعة للعروبة وحيكون عطاء للعروبة وحيكون إصلاح للعروبة وللعرب والإنسانية. لذلك لم يستعجب عليه الخير من صغره في ولادته، ولذلك شهرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حتى قبل الإسلام، إنه كانوا بيأتوا رجال العرب البدو يعني يقولون يعني ياتوا ابن عبد المطلب، لأنه حتى جده ابن عبد المطلب كان من أكبر سادات قريش، فمشهورين يعني في العرب. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان عربي، والعرب هم أهل فكر وأهل عقل. أما ولذلك الأنثى وكل شيء يحسب بينسب إلى الفكر والحساب العقلي، لأن العقل يؤيد إلى الخير ويمنع من الأذى. لذلك كل ما الشيء يحسب عقليا ويختار الشيء الصح، كل ما كان في الأمان واستمرارية الحياة والعطاء والنعمة والمدعة. أما عندما يكون الشيء ينافي إلى قواعد العقل وحساب العقل يكون فيه سيء، فلا يختار حتى لا يكون في الضرر والمرض والموت والمزلة. أما زواج أولاد العم لأنه فكر عربي، لذلك هو يعظم فيه الفكر أهم من الجسد. فالأفارقة وهم جيران العرب، يعني قارة الأفارقة هي منفصلة من قارة العرب بالبحر الأحمر المتوسط بينهم. فالأفارقة هم شعب إنساني يرمز للحياء، لأهمية الأشياء التي فيها الحياء، إنه الإنسان ما يموت، إنه الإنسان لو جاع يأكل ما يموت بالجوع، إنه الإنسان لو عطش يشرب ما يموت بالعطش، إنه الإنسان يحمي نفسه مثلا من حيوانات المفترسة يكون شايل حربة، إنه الإنسان يكون جسمه قوي فلا يرهقه شيء يدعبه يقتله. فكل هذه الأفكار الحياة والموت مرتبطة بالجسم، يعني مثلا الإنسان ممكن يقول لو أنت بليد ما يوجعه، لكن لو شالوا سكين وقطعوا جسمه ممكن يكب دم ويموت. فلذلك الحياة والموت مرتبطة بالجسم وبالجسد، والأفارقة يعلمون ذلك واشتهروا لحبهم لجمال الجسم وجمال حركة الجسم في الرقص وقوة الجسم نساء ورجالا، يعني حتى نساءهم يحبون القول بأنهن مانعات وشديدات ويخدمن وفيهن حيل. ده الفكر الأفريقي، فكر الجسم والجسد. أما في العرب الفكر الحساب العقلي. فعندما الإنسان الأنثى تكون غريبة مثلا ويقال عليها إنها أنثى، ويصر الرجل إنها هي أنثى ويتزوجها ويلد منها، هذا فكر أفريقي ليس فكر عربي. وحتى في الأفارقة هم لا يفعلون ذلك، يعني حتى الأفارقة مثلا المصريين القدماء كانوا يتزوجون أخواتهم، يتزوجون بالنسب، لم لا يتزوجون الأنثى الغريبة، وحالتهم مفارقة، يعني شعبيتهم فيها الاهتمام وتعظيم من شأن الجسد والجسم. ف حتى الأفارقة يعني
يقولون هذا تشدد، إن قيل لهم نقول إن الأنثى الغريبة، لأنه ما دام هي فيها فرجها من الأمام نظيف ليس فيه خرع وفيه حيض، ولو جامعها الرجل الغريب يتكون طفل وتلد، إنه يحسبوها أنثى ويحسبوه زواج عديل ليس لواط. يقولون هذا تشدد حيواني ليس إنسانية، لأن الإنسان يتابع الجسد قدر كده ده، يعني حتى يرضى بالهمجية الجنسية الحيوانية. والمصيبة في أنه يريد أن ينسبوها للإسلام وإلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون زواج الغريب هو سنة الله ورسوله. أما العرب لأنهم أهل الجمع، والجمع هو يعني جمع الشيء بالشيء، ولذلك هم أعلم بمعاني الزواج والجماع وأولاد العم، والعرب يفتخرون بذلك، وفي شعبيتهم يرقصون بالسيوف، والسيف هو الحديد البعيد الجارح. وفي كل الإنسانية، كل قبائل الإنسانية وشعوب الإنسانية يعرفون السيف، والسيف هو رمز للزواج الإنساني، إنه الحديد هو التحديد، إنه يمنع هذا من هذا، ليس يجعلها يعني الأشياء تترخبط، فهو يحدد بين الأشياء فسموه الحديد. فعندما يكون الحديد بعيد، البعيد يقصد به الأنثى أو الذكر، يعني الإنسان الآخر الذي يريد أن يتزوج به. فعندما يكون هذا الحديد فيه حدة ويجرح، فسموه السيف، يسوعف السيف، السويعف، يعني أن يشجعك للعفة والشرف. ولذلك الأشراف اشتهروا بالسيوف، وعلي بن أبي طالب سيفه ذو الفقار مشهور. والقول بأن الدين الإسلامي نشر بالسيف، لأنه يقولون إن الإسلام، حتى تعلم وتفهم الإسلام يجب أن تعرف الزواج الصح، الزواج العفة والشرف، حتى لا تقول بكلام النصارى واليهود في إنه ابن عيسى ابن الله. لو عرفت الزواج والابن، ما هو الزواج وما هو الابن وما هو الجماع، فإنك ترضى أن تكون مسلم. وهو ما يقصد بأن الإسلام نشر بالسيف، ولكن حقيقة هو كان في حروب بين المسلمين والمشركين والكفار بالسيوف. فحتى إنه علي بن أبي طالب، وهو كان من زواج أولاد عم في جدهم هاشم، شهر سيفه ذو الفقار، ولأنه تزوج بنت ود عمه. فذو الفقار ده سيف سمى بالفقار لأنه فيه فقرة في الأمام، إنه في معلم في السيف من الأمام، في نهايته فيه علامة، إنه الغول بأنه يقول إنه يسوي العفة هو أن تتزوج بنت عمك، لأن هي القبل، هي اللي عندها الأمام الطاهر. فهو سيف ضد اللواط، فهو سيف لمعنى زواج أولاد العم، ولذلك اشتهر به علي بن أبي طالب والأشراف. فالسيف سمي السيف بمعنى يسوي عف، يسوي عف لأنه هو الحديد المبتعد فيه الأذى، يعني كأنك بمعنى تبعد الأذى، إنه السيف بيجرح فيه أذى، ولكن لأنه بعيد، إنه طويل متقدم، لذلك هو بعد الأذى. يسوي عف يعني يعاف، يبعد عن نفسه الأذى، يسوي عف. ولذلك السيف هو من رموز العفة والشرف، وأن العرب تقليديا يرقصون بالسيف، إنه
يرغصون بالسيف للقول بأنهم عرب وهم العي رأياب، ينكرون العي والأذى والمعاني السيئة، وإنهم يتزوجون ابن العم، و السيف لذلك هو فيه المعاني الشرف والعفة واشتهر. وأكثر سيف مشهور هو سيف علي بن أبي طالب ذو الفقار، الذي كان معلم من الأمام للغول بأن العفة في زواج أولاد العم هو القبل الطاهر وليس في معاني اللواط. ولذلك هذا السيف هو رمز لرموز العفة والشرف في الإسلام.